بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى بالله فقاد زاري من ملكته بالفو بروغرام يجمرنون يا صحابي يا نعمان ابن مقر المزني يتسنيون يهي والتاريك كاكم نبات يمن نكتل هنال إن شاء الله تعالى نعمان ابن مقر ككسرا ونقسقار كتنقا قربهالا سعد ابن أبي وقاص لمن اندلاكت يتلاكبت علاما بدن بابرارتو كجلس اللت بهالا فاشتاط ويزدجر غضبا وغيظا مما سمع نقوسو يزدجر بسمو نقر ببسجتنا بقطة وستو تكتعطل بتعام تنادد بتعام تبساجه وقال كزيا منالا إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم ولا أقل عددا ولا أشد فرقة ولا أسوأ حالا أني بزيه بمدر لي اسكاهون اندنا انت يالي هزب اند عربوك يالي هزب على وك امالاتشو من اينت كان أشقى منكم كان أشقى الدلبس يهون هزب ولا أقل عددا بقطرم تنشي هنا هزب ولا أشد فرقة إرس برسو يتلعي يتبتاتنا هزب ولا أسوأ حالا اندزهم دقمو بمدفوهن يتلعي اللهزب اندن نانتا بزي بمدر لاي عايتشي علاوك امالاتشو نانتا بتعام بمدفوهن يتلعي اللهزب الدلبي سوچ اندزهم دقمو قطراتشوهم الجيغ آناساي هوناچوه هزبوشناچوه وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواحي فيأخذون لنا الطاعة منكم ثم خفف شيئا من حدته كزياهين كتناقر بهالا بقطة يعني بسجتهين نققر كتناقر بهالا كزيادقمو كقطة تنش برد لنا مناله فإن كانت الحاجة هي التي دفعتكم إلى المجيء إلينا أمرنا لكم بقوت إلى أن تخصب دياركم أهون ودنيا لممتات يقفع فاتشو نقر تشقر أقات ماتشو كهونا ألاتشو ياو بزو قزي عربوش بوقتو سلمنان كمكبلاتشو بفيت ينبرو تاريكاتشو بشقر لاي نبر منوروت يعني زلان هزبوش نبرو النا يزدجرم ودنيا لممتات يقفافاتشو نقر تشقر كهونا يامتاتشو أمرنا لكم بقوت إلى أن تخصب دياركم إن انتها قراتشو اسكمت كبرو درس يعني ها قرو تقاب اسكمي هون درس بيقزيو كألا بنلك اللاتشو هالان علاتشو
ወከሰውና ሳደተኩም በተጨማሪም የናንተን አለቆቻችሁን ደግሞ ልብስ እንልክላቸዋለን ወከሰውና ሳደተኩም ووجوه قومكم وملكنا عليكم ملكا من قبلنا يرفق بكم ይሄን ሁሉ ካደረግንላችሁ በኋላ ደግሞ ለህዝቡ የሚያዝን ንጉስ ደግሞ ከኛ ዘንድ እንሾምላችኋለን አላችሁ يعني الناسን አረቦችን ሙስሊሞችን ሊያስተዳድር የሚችል ከኪስራ ንጉስ ሊመድብላቸው እንደዚሁም በተጨማሪ ደግሞ እሱ يعني ምግባቸውን እንደዚሁም ደግሞ ልብሳቸውን ሊያሟላላቸው ይሄን እናደርግላችኋለን አላችሁ ይሄን ሲላቸው فرد عليه رجل من الوفد ردا اشعل نار غضبه من جديد ከዛ ከተላኩት ከልኡካኖቹ መካከል አንድኛው ሰው ተነሳና የሆነ ነገር ተናገረው ንዴቱን ብስጭቱን እንደገና የሚያቀጣጥል ንግግር ተናገረው ይሄን ሲናገረው ምን አለ የዝደጅር ንጉሱ فقال لولا ان الرسل لا تقتلوا لقتلتكم ملائكتኞች ወደ ንጉስ ዘንድ የተላኩ ملائكتኞች በባህላችን በህጋችን አይገደልም እንጂ እናንተን ሁላችሁንም እገላችሁ ነበር ወደ ሀገራችሁ በሰላም በህይወት አትመለሱም ነበር አላችሁ قوموا فليس لكم شيء عندي بلوا تنسوا كني منم የምታገኙት ነገር የለም አላችሁ واخبروا قائدكم እንደዚሁ ለመሪያችሁም ንገሩት اني مرسل اليه رستم እኔ ሩስቱም የሚባለውን የጦር አዛዥን እልክልሃለሁ በለው حتى يدفنه ويدفنكم معا في خندق القادسيه እሱንም የናንተን መሪንም እንደዚሁም ደግሞ ተከታዮቹን የሱን ወታደሮቹንም ቃዲሲያ ጉድጓድ ላይ ይቀብራቸዋል ሩስቱም እሱን እልከዋለሁኝ አላችሁ ሩስቱም ማለት የኪስራ የፉርሶች የጦር መሪ የነበረና በጣም የሚፈራ ኃይለኛ የሚባል ሰው ነው እና እሱን ልኬ የናንተ መሪያችሁንም እናንተንም በአጠቃላይ ቃዲሲያ ላይ እቀብራችኋለሁኝ ሲላች አላቸውና ثم امر فاتي له بحمل تراب ከዚያም ምን አላቸው አፈራምጡልኛልና አፈራመጡለት ከዚያ وقال لرجاله لو تادروچو ምን አላቸው حملوه على اشرف هؤلاء وسقوه امامكم على مرء من الناس حتى يخرج من ابواب عاصمه ملكنا يعني አፈር ካስመጣ በኋላ لو تادروچو እንዲህ አላቸው حملوه على اشرف هؤلاء ከነዚህ ሰዎች መካከል አሽራፍ የሚባለውን يعني ትልቅ የሚባለውን በጎሳም በሌላም የሚከበረውን ሰው እሱን አሽከሙት ይሄንን አፈር አለ አፈሩን ካስሽከማችሁት በኋላ وسوقوه امامكم ከፊት እሱን ንዱት እናንተ ከኋላ ሆናችሁ እሱ አፈር ተሸክሞ ከፊት እንዲሄድ አድርጉት على مرء من الناس ሰዎች እንዲመለከቱት حتى يخرج من ابواب عاصمه ملكنا ከኛ ከምናስተዳድርበት ግዛት እስከሚወጣ ድረስ አፈር አሽከማችሁት ሰዎች ያዩ እንዲሄዱ አድርጉ አላችሁ سبحان الله ይሄን የሚያደርግበት ምክንያቱ እነሱን ለማዋረድ ማለት ነው አፈር የሚያሸክማቸው እነሱን ለማዋረድ ሰዎች እንዲያዋርዷቸው አስቦ ነበር ይሄን ያደረገው فقالوا للوفد ከዚያ ለነዛ ለልኡካኖቹ سعد بن ابي وقاص ለላካቸው ለሙስሊሞቹ ምን አላቸው من اشرفكم ከናንተ መካከል شريف የሚባለው ማንኛው ነው አለ فبادر اليهم عاصم بن عمرو فبادر اليهم عاصم بن عمر وقال انا عاصم فطن علينا من على اني نني على فحملوه عليه كزيام يانن عفر اشكموت حتى خرج من المدائن كمدائن كزياك كسرى هاجر اسكمي وطا درس
አፈሩን አሸክመው ነዱት ثم حمله على ناقته واخذه معه لسعد بن ابي وقاص ከሱ ግዛት ከወጣ በኋላ ያንን ተሸክሞት የነበረውን አፈር እግመሉ ላይ ጫነና ጉዟቸውን ቀጠሉ ከዚያ በኋላ ለሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ የኪስራው ንጉስ የሰጣቸውን አፈር ለሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ሰጧቸው አፈሩን ሲሰጧቸው ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ አፈሩን ተቀበሉና وبشره بان الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ان شاء الله عز وجل بالله فقاد የፍርስን ሀገር በአጠቃላይ እንደሚቆጣጠሩ አበሰሯቸው ويملكهم تراب ارضهم የነሱ የሀገራቸውን መሬት የሀገራቸውን አፈር እንደሚይዙ እንዲሁ አበሰሯቸው يعني ያንን ይዘውት የመጡትን አፈር እሳቸው እንደ ተፋኡል ተጠቀሙበት ይህንን አፈር ኢንሻአላሁ ተዓላ እነሱን ሀገር ነጻ አውጥተን እኛ እንቆጣጠረዋለን አሉ ረዲየላሁ አንሁ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ثم وقعت معركه القادسيه ከዚያ በኋላ የዝደጅር እስልምናን አልቀበልም ብሎ አሻፈረኝ በማለቱና እንደዚሁም ደግሞ ግብርም ለሙስሊሞች አልከፍልም በማለቱ ምክንያት የቃዲስያ ጦርነት ተካሄደ በሙስሊሞች መካከልና በኪስራ በፉርሶች መካከል ቃዲስያ የሚባለው ቦታ ላይ ጦርነቱ ተካሄደ የጦርነቱም ስም ቃዲስያ በመባል ይታወቃል واكتظ خندقها بجثث آلاف القتلى ከዚያ በኋላ ጦርነቱ ተካሂዶ ከፍተኛ ፍልሚያ ከተካሄደ በኋላ በሺ በሚቆጠር አስክሬን የቃዲስያ ጉርጓድ ሞላ يعني السفوكرو የነበረው የሙስሊሞችን ሰራዊት በአጠቃላይ ቃዲስያ ጉርጓድ ላይ እቀብራቸዋለሁ ብሎ ነበር ነገር ግን በሺ የሚቆጠር የሱ ሰራዊት የሱ የሰራዊቱ አስክሬን በቃዲስያ ጉድጓድ ላይ ጉድጓዱን ሞላው ወላኪንሁም ለም ይኩኑ ሚን ጁንዲል ሙስሊሚን እነዚያ በሺ የሚቆጠሩት የሞቱት ወታደሮች ከሙስሊሞች ሰራዊት አልነበረም ወኢነማ ካኑ ሚን ጁኑድ ኪስራ እነሱ ከኪስራ ሰራዊት ነበሩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቃዲስያ ላይ ሙስሊሞች በድል ወደ መጡበት ተመለሱ ለም يستكن الفرس لهزيمه القادسيه ከዚያ በኋላ ፉርሶች ባጋጠማቸው ሽንፈት አርፈው አልተቀመጡም ነበር ቃዲስያ ላይ በሺ የሚቆጠር ሰራዊት አልቆባቸው ተሸንፈው ተመልሰው ያለ ነገር ግን ተስፋ አልቆረጡም فجمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم በርካታ ህዝብ አሰባሰቡ እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ ሰራዊትም እንዲሁ አሰባሰቡ حتى اكتمل لهم 150000 150000 ሰራዊት እስከሚያሰባስቡ ድረስ من اشداء المقاتلين ኃይለኛ የሚባሉ ተጋዳዮችን የያዘ ማለት ነው በጣም ኃይለኛ የሚባሉ ተጋዳዮችን የያዘ 150000 ሰራዊት እንደገና ፉርሶች አዘጋጁ ሙስሊሞችን ለመውጋት ማለት ነው فلما وقف الفاروق على اخبار هذا الحشد العظيم كذا سيدنا عمر رضي الله عنه فرسوج كفتኛ ሰራዊት ሙስሊሞችን ለመውጋት አዘጋጅተዋል የሚባል ዜና ሲሰሙ عزم ايمضي الى مواجهته الى مواجهه هذا الخطر الكبير بنفسه سيدنا عمر رضي الله عنه يهن كفتنيا ادغا براساتشو لمغافط وسنو رضي الله عنه يهنن طورنت يزي طورنت مري هون يمهدو اني ننيالو سيدنا عمر رضي الله عنه ولكن وجوه المسلمين ثنوه نغرغن تالالاق يميبالوت صحابوچ
ሰይድና ዑመርን ረዲየላሁ አንሁ ከዚህ ውሳኔ መለሷቸው። በፍጹም አንተ መሄድ የለብህም አሏቸው። ወአሻሩ ዓለይህ አዩርሲለ ቃኢደን የጦር መሪ ሌላ የጦር መሪ እንዲልኩ يعني مكر سطواتشو يعتمد عليه في مثل هذا الامر الجليل بزي تلك قداي لاي ببقاتو يميتاد منبت سو حلافينات يميسماو سو عند يطور مري ملاك الشالها لنجي انتما بفصوم كزي مهير يلبهم مالواتشو عمر رضي الله عنه إن شاء الله تعالى تنش رفت النوسدنا تملسا النقنا نعلا بيا الله شهبات تأبكون يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال عمر أشيروا علي برجل لأوليه ذلك كزيام سيدنا عمر رضي الله عنه لبال دربو تشاتشو منالو تشو تاديا لزي بوتا يميمت انسو እኔ የምሾመው ሰው እናንተ ጠቁሙኝ አሏቸው። فقالوا انت اعلم بجندك يا امير المؤمنين ከዚያም ሰሃቦቹ ምን አሏቸው አንተ امير المؤمنين ሆይ አንተ ስለወታደሮች የምታውቀው አንተ ነህ ከወታደሮች መካከል ይሻላል ጠንካራ ነው ብለህ የምታውቀው አንተ ነህና አንተው ራስህ ምረጥ አሏቸው። فقال والله لأولين على جند المسلمين رجلا والله بقيتايهون بن لمسلم وصراويت مريم مهون لو تادروا مريم مهون عند سو مرتال لو يم مرتاو سو قنالو يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأسنة ጦርነቱ በተፋፋመ ሰዓት ጦርነቱ በተጀመረ ሰዓት ከቀስት የፈጠነ ሰው ነው እምሾመው አሉ ሰይዱና ዑመር ረዲየላሁ አንሁ። ያ ደግሞ ማነው አሉ ሆን ኑዕማን ኢብኑ ሙቀርን ለዚህ ለሰራዊቱ መሪ የሚሆነው ከቀስት የፈጠነ ፈጣን የሆነው ሰሃቢ ኑዕማን ኢብኑ ሙቀርን ነውና እሱን ነው የምሾመው አሉ ሰይዱና ዑመር ረዲየላሁ አንሁ። ፈቃሉ ሁወ ለሃ ከዚያም ሰሃቦች ምን አሉ ለዚህ ቦታ የሚመጥነው እሱ ነው አግኝተሃዋል አሏቸው። ፈከተበ ኢለይህ የቁል ከዚያም ሰይዱና ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ለሱ ደብዳቤ ጻፉለት። ምን አሉት ሚን ዓብድላህ ብኒ ዑመር ብኒ ልኸጣብ ኢለ ኑዕማን እብኒ ሙቀርን ከአላህ ባርያ ከዑመር ብኑ ልኸጣብ ወደ ኑዕማን እብኑ ሙቀርን የተላከ ደብዳቤ ይልና ደብዳቤው ላይ አማ በዕዱ ፈኢነሁ በለገኒ አነ ጅሙዓን ምን አልአዓጅሚ ከሲረተን ቀድ ጀመዑ ለኩም ቢመዲነቲ ነሃወንድ ፋሪሶች ፉርሶች በጣም በርካታ የሆነ ሰራዊት እናንተን ለመውጋት ነሃወንድ በሚባለው ከተማ ስር ሰራዊት ማዘጋጀታቸውን ወሬ ደርሶኛል። ፈኢዛ አታከ ኪታቢ ሃዛ ይሄኔ ደብዳቤ የደረሰህ ጊዜ ፈሲር ቢአምሪላህ በአላህ ትእዛዝ ወደዛው ቦታ ተጓዝ ወቢዐውኒላህ ወቢነስሪላህ እንደዚሁም በአላህ እርዳታ በአላህ ድጋፍ ቀጥታ ሰራዊቶችህን ይዘህ ወደዛ ወደ ነሃወንድ ቦታ ነሃወንድ ወደሚባለው ሀገር ቀጥታ ሂድ ወላ ቱጢሁም ወዕረን ፈቱእዚየሁም ታዲያ ሰራዊቱን ይዘህ ስትሄድ መንገድ እየመረጥ ካሉ ሰይዱና ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ያዕኒ የሙስሊሞችን ሰራዊት የማያስቸግር ቦታ ጥሩ ቦታ እየመረጥክ
እነሱን የማያስቸግር እነሱን ለጉዳት የማይጥል ለጉዳት የማይሰጥ መንገድ የመረጥክ ይዛቸው ሂድ የሚል ደብዳቤ سيدنا عمر رضي الله عنه ጻፉለት فإن رجلا واحدا من المسلمين كمسلموش عند سوالو أحب إلي أني زند بطام يتودد نو من 100,000 دينار كمتوشي دينار عند مسلم أني زند يتودد نو متوشي دينار بيتفع الشالنيال عند مسلم كمتفع آل سيدنا عمر رضي الله عنه يهند بدابي كلاكو بهالا هب النعمان بجيشه للقاء العدو نعمان رضي الله عنه سراويت نزو كتقلات قار لمقافة تنسى وأرسل أمامه طلائعا يمسلمو سراويت كمهد بفيت طلائع سلا يتشلاكو من فرسانه لتكشف له الطريق من قدو سلام مهونوننا شقر يعلبت مهونون يمياتارو كفرسن يتشاكو مكاكل سلا يتشلاكو فلما اقترب الفرسان منها وند تعديا النزيا سلا يتشاكو فرسن يتشو نها وند يميبالو هاقر لاي لدر سسلو توقفت خيولهم فرسو تشاچو قومو فدفعوها فلم تندفع فرسو تشاچو قومو باچو اندهدو سيغفاچو مهيدال شالو هلوم فرسوش قومو فنزلوا عن ظهورها نزي فرسوش من هنا ويهونالونا كفرسوچو لاي وردو ليعرفوا الخبر من انداغاطماچو فرسوچون ليايو فوجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير كذيابو هالا يفرسوچون اگر سيايو اگراچو لاي سنتر اگنيو يعني سنتر گبتو باچو اگنيو يا سنتر دگمو من الحديد كبرت يهونا تشبه رؤوس المسامير لك يمسمار راس يمسل يمسمار راس يمسل يعني شول يهونا سنتر بفرسوچو اگر گبتو ايو فنظروا في الارض كذا ودا كبابيو مريتون سملكتو دگمو فاذا العجم قد نثروا في الدروب المؤديه الى نهاوند النزيا يفرس سراويتوش من ادرگوال ودا نهاوند يميوسدون منگدنا اندزيوم ودا كتماوا يمياسگباو ودا كتماو يمياسگباو بر لاي يبرت اشوخ افسسو بتال يعني اقرنيام اندايهد فرسم ودزا اندايقبا مالتنو حسك الحديد ليعوق الفرسان والمشاة عن الوصول اليها اقرنيوشم هونو فرسنيوشم ودنسون دادر سباتشو ودزا كتما اندايقبو يبرت اشوخ مريتو لاي افسسو بتاقنيو النامهيد عالشالوم በግራቸውም አልፈው መሄድ አይችሉም በፈረሶቻቸውም አልፈው መሄድ አይችሉም ግራ ተጋቡ ምን ያድርጉ اخبر الفرسان النعمان بما راوا እነዚያ ፈረሰኞቹ ለስለላ የተላኩት ፈረሰኞች ያዩት ነገር لنعمان ለጦር መሪያቸው ተናገሩ وطلبوا منه ايمدهم برايه من ما ادرك እንዳለባቸው حساب እንዲሰጧቸው ጠየቋቸው فامرهم بان يقفوا في اماكنهم كزيام نعمان رضي الله عنه من علواتشو ازاو باللاچوبت بوتا لاي قومو انداتنقساقسو علواتشو وايقيد النيران في الليل ليلت لاي اسات اندياقطاطلو عززواتشو لمن ليراهم العدو كروك يالو طلاتوچ انديملكتواتشو وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمه بشنفتنا بفرحات لاي مهوناچونم اندياسايو عززواچو يعني مبرا اسات ياقطاطلوت اسات ياندددوت يعني لشنفت يتغالطو اندزيهم دغمو بفرحات لاي مهوناچون اندياوقولاچو بمالت اسات اندياندو عززواچو كزيا ايهنن سيادرغو
የፉርስ ወታደሮች ምን ያደርጋሉ ብለው ጠብቀው ነው ኑዕማን ይሄን ያዘዟቸው? ሊዩግሩሁ ቢላሐቂ ቢሂም يعني እነሱን ከኋላ እንዲከተሏቸው የሙስሊሙን ሰራዊት ከኋላ እንዲከተሏቸው እሳት አቀጣጥሉ እሳት አንድዱ ብለው አዘዟቸው። ወኢዛለቲ ማዘርዐሁ ሚን ሐሰኪል ሐዲድ ከዚያም የሙስሊሙ ሰራዊት እንዳያመልጠን ብለው ከኋላ ሲከተሏቸው የግድ ምን ማድረግ አለባቸው? እዛ የተነጠፈውን የጣሉትን የብረት ሾህ ማንሳትና መልቀም አለባቸው። وجازت الحيلة على فرس فما إرى أو طليعة جيش المسلمين تمدي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك كذلك نعمان رضي الله عنه بفرسوش لاي يزيدت ملا تساكا لاتشو يعني ننسيايو يمسلموشن سراويتوش يمسلموشن سلايوش مبساطا عنددو سملكتواتشو يعني كهوالا تكتلوا اتشو النسون تكتلوا النسون لما تقات وسنو كزيا من ادرقو عمالو تشاتشون سراتن يو تشاتشون يعنن يا اشوخ يا برت اشوخ يا فسسوتن انديت ارقوت عززوا اتشو فكر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب ከዚያ በኋላ ያንን ከጠረጉላቸው በኋላ የሙስሊሞችም ሰራዊት ቦታው መጽዳቱን ካየ በኋላ እንደገና የሸሹ መስለው ተመልሰው ወደ እነሱ መጡና ያችን ቦታ ወደ ከተማው የምታስገባውን ቦታ ከከበቡ። عسكر النعمان بن مقرن بجيشه على مشارف نهاوند ከዚያም በኋላ ኑዕማን رضي الله عنه ሰራዊታቸውን ይዘው መጡና ከነሃወንድ ጫፍ ላይ ነሃወንድ ከሚባለው ከተማ ኮረብታው ላይ የወታደሩ ማረፊያ አደረጉ። وعزم على ايباغث عدوه بالهجوم ከዚያም ድንገት ጠላቶቻቸው ላይ ጥቃት እንደሚያደርሱ ነገሯቸው። فقال لجنوده ለወታደሮቻቸው ምን አሉ? ኑዕማን رضي الله عنه إني مكبر ثلاثاً إني صوست جزي تكبيرا أدرقال لهون يالوچو فإذا كبرت الأولى فليتهيئ يمجمرا عن تكبيرا صادرق هلاتهم بيالاتهم بتزقاجو من لم يكن تهيئ يالتزقاج جكال بمجمرا عن تكبيرا هلاتهم تزقاجو وإذا كبرت الثانية هلتنيا تكبيرا صادرق دقمو فليشدد كل رجل منكم سلاحه على نفسه هلم مساريون يسر يعني مساريون اطبقوا هلم ييازالو فاذا كبرت الثالثه سوستنيا سكبر فاني حامل على اعداء الله فاحملوا اني با الله طلاتوش لاي زلي يغبالهون كزي انانتم تكتلاچون يغبو والو رضي الله عنه وارضاه ايهنن قالوا بهالا كبر النعمان بن مقرن تكبيراته الثلاثه صوستنم تكبيرا كبروا واندفع في صفوف العدو كانه ليث كزيام صحابي نعمان رضي الله عنه بطلاتوش محل لك اند انبساه نو زلوا كمحل جبو وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل اندزيهم كحالاتشو يمسلمو سراويت اند غورف هونو ከሳቸው ኋላ ተከተላቸው። ወዳረት በይነ ፈሪቀይኒ ራሓ ማዕረከቲ ዶሩስን ከዚያ በሁለቱም ሰራዊቶች መካከል ከፍተኛ ጦርነትና ከፍተኛ ውጊያ ተካሄደ። ቀለማ ሸሂደ ታሪኹ ልሕሩብ ለሃ ነዚር በጦርነት ታሪክ ይላሉ ሙአሪኾች ሲናገሩ በጦርነት ታሪክ እንደዚያ ያለ ጦርነት የተካሄደው ጥቂት ነበር። يعني ኃይለኛ ጦርነት ነበር የተካሄደው እንደዛ አይነት ጦርነት በብዛት ተካሄዶ አያውቅም ነበር ይላሉ። فتمزق جيش الفرس شر ممزق የፎርስ ሰራዊቶች ከፍተኛ ሽንፈት አጋጠማቸው። وملأت قتلاه السهل والجبل የተገደሉት ከፎርስ ሰራዊቶች የተገደሉት ተራራውንና ሜዳውን ሞሉት።
وسالت دماؤه في الممرات والدروب እንደዚሁም ደማቸው ደግሞ በየመንገዱና በየበሩ ይፈስ ጀመር فزلق جواد النعمان ابن مقرن بالدماء فصرع ከዚያ ጦርነቱ ማለቁን ከተረጋገጠ በኋላና ሙስሊሞች ድል መቀዳጀታቸውን ካወቁ በኋላ نعمان رضي الله عنه فرساቸው ላይ ያሉ ፈረሳቸው አንዳለጠውና ወደቀ ከዚያም نعمان رضي الله عنه ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ነበርና ወዲያውኑ ወደ አኺራ ሄዱ يعني በዚህ ጦርነት ላይ ያሉ ጦርነቱ በድል ከተቀዳጁ በኋላ ነገር ግን نعمان رضي الله عنه ከፈረሳቸው ላይ ወድቀው በዚህ ምክንያት ሞቱ رضي الله عنه فأخذ أخوه اللواء من يده كزيام وندماتشو كهالاتشو نبرنا باندراون كجاتشو لاي تكبلا وسجاه ببردة كانت معه السجار ينبرش غابي نبرشنا بغابي شفناتشو وكتم أمر مصرعه عن المسلمين يمموتون قداي لمسلموش ساينناقر دبكو زمالا ولما تم النصر الكبير ያ ታላቁ ድል የተጠናቀቀ ጊዜ ሰአለል ጁኑዱ አልሙንተሲሩነ አን ቃኢድሁም አልባሲሊ አንኡማን ኢብኑ ሙቀርን እነዚያ የሙስሊሞች ሰራዊት መጠየቅ ጀመሩ ያ ጀግናው መሪያችን የት ነው ያለው ብለው ጠየቁ ፈረፈዐ አኹሁ አልቡርደተ አንሁ ወቃል ከዚያም ጋቢውን የሸፈነውን ጋቢ جلتونا يسو صحابوكم مموتون بزا الرقاقتو هذا أميركم يهو أميراتشو يهنو قد أقره الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة الله بدل دل ما قنيتاتشنن بدل ما قنيتاتشن كتدست بهالا مجرشاون دغمو بشهيد النت ودا آخرا هدوال بلو أصياتشو رضي الله عنه وأرضاه نعمان بن مقرن باتك على حياة بمولو دين الإسلام لنا مسلموشن بما قلقل لايك ويتو بندها عينتو نيدا بندزي عينتو نيتا بطورنت شهيد هنو ودا آخرا هيدا رحمه الله تعالى ورضي عنه وجعل الجنة مثواه ومأواه هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله